دايماً أحب أختار لعيالي الأفضل. جهاز هواوي T10 جهاز آمن جداً للأطفال. يكون معاه هذا القراب السيليكون وايد سهل، ومعاه القلم الأنيق. تصميم القراب السيليكون مع القلم وايد حلو، وبنفس الوقت وايد آمن، ما تحاتون عيالكم حتى لو كلوا بالغلط. ركن الأطفال هو تطبيق حصري في هواوي، يكون وايد ممتع وبنفس الوقت تعليمي للأطفال. وايد حبته فروحة واستانست وتعلمت وايد أشياء. وهم تقدرون تحصلون على عضوية مجانية 3 شهور في ركن الأطفال، وعندكم عضوية ثانية في عالم أزومي لمدة عام كامل. لا تطفون الفرصة. طبعا ما ننسى يوتيوب كيدز متوفر على هواوي ميت باد T10 كيدز أديشن، وأكيد أطفالكم يقدرون يشوفون أي شيء يبونه، محتوى للأطفال يحبونه مثل كوكو ميلون. هني فروحة قاعد تشوفهم لأن تحبهم. راحة العين مهمة مع هواوي، عندهم تقليل الضوء الأزرق، وهم عندهم تنبيه للجلوس. إذا الطفل قعد بطريقة غلط راح ينبهه ويخليه يرجع يقعد بطريقة صحيحة. وعندهم وضع الكتب الإلكترونية، لما الياهل بيقرأ كتاب راح يحس إنه كتاب حقيقي. وهم في تنبيه للطرق الوعرة، مثلا إذا كنتوا بالسيارة راح ينبهكم. الشيء الحلو وايد في هواوي ميت باد تي كيدز أديشن ان انتم تقدرون تتحكمون بالوقت اللي يقضون فيه عيالكم على التابلت. يعني انا اقدر اتحكم بالوقت، اقدر اتحكم باي تطبيق هم قاعد يستخدمونه في هذا التابلت. فمستوى الامان وايد عالي، وانا وايد حابه هالخاصيتين في هواوي. وفي بعد خاصيه وايد حلوه، ان الطفل ما يقدر يستخدم الايباد مع الشاحن بنفس الوقت. تقدرون انتم على طول تختارون هذه الخاصيه وتقدرون تشيلونها، حتى هذا مستوى الحمايه حق عيالكم، لان هم اغلى ما عندكم. تقدرون تحصلون كل التطبيقات اللي تحبونها من هواوي أب جاليري، مثل تيك توك، إنستغرام، جوجل كروم، فيسبوك، ووايد بعد برامج غيرهم. راح أطلقكم موقع هواوي في صندوق الوصف، وهني في قسيمة تخصم 50 ريال سعودي حق اللي يطلب الحين. وعندكم هذا العرض من 21 أكتوبر ل 31 أكتوبر. لازم تلحقون على العرض. والسعر عندكم T8 اللي أصغر من هذا 549 ريال سعودي، والسعر T10 راح يكون 799 ريال سعودي. سعرهم ممتاز. لا تنسون القسيمة مالت الخصم مالتنا 50 ريال سعودي، هذا تستخدمون عندكم في الموقع. رقنا. الحين راح نسوي تحدي ثاني، هو تحدي الدوج بول. شنو الدوج بول؟ كرة راح تكون كور بالنص، فريقين 5 و4، لان احنا 9. زين، شنو قوانين الدوج بول؟ قوانين انا مثلا الحين ارامي، يعني راح ارمي، بوبو الفريق الثاني اذا طقيته وعش جسمه والكرة طارت يطلع برا. اذا بوبو مسك الكرة انا اطلع برا. اوكي، طقة الراس مو محسوبة، لازم تطق بالجسم. اوكي، يعني اذا قط علي الكره ومسكتها اللي قط علي الكره يطلع برا. أيه. اذا قط علي الكره حاشتني وطاحت انا اطلع برا. اقول له حياك الطلعه، حياك الطلعه. المهم، وبعدين لما اخر واحد يبقى من الفريق هو الفريق الفايز. طبعا فريقي، طبعا فريقي انا. يمكن يكون انا، يمكن يكون احنا فريق واحد. احنا اللي بنسوي فريق بنات فريق اسبانيان. اول راوند فريق اسبانيان فريق بنات. إذا شفنا إحنا أقوى الصبيان راح نغير، وإذا شفنا البنات هم أقوى نغير. إحنا البنات أقوى، خليش ويانا. منو أقوى؟ أنتوا قولوا بالكومنتات، البنات ويا الصبيان. صبيان عفوا، البنات صوتهم أعلى. صبيان. قبل ما نبدي هذا التحدي مشكورين كامبو إكستريم عشان وفرتوا هذا المكان، وإن إحنا اليوم استأنسنا وايد. تعالوا جربوا هني المكان، وايد كبير وايد حلو، عندهم وايد اشياء حلوه. شكرا.
واحد اثنين ثلاثة. يلا جولة ثانية نعكس. ساعدنا. نعكس. Now we should be opposite, right? Round two. بنغير بنغير. تبون شنو صبيان ولا صبيان وبنات وبنات؟ لا. لا. نعكس يلا. يلا. خلصنا الشوط الأول الحين الشوط الثاني تغير الفريق. روان عدنان ماما حنان حسين. واحد اثنين ثلاثة. يلا حنان طقوهم. ماما حنان ايش ما تطقونها؟ انا فريق خلاص باقي روان بروحها. طلعي عادي روان بروحها. طيب يا شباب بقيت روان بروحها. روان ايش ما تمسكينها؟ القوة كلها عندها. يلا يلا يلا. روان روان يمين.
يلا نطي. يلا حجر ورقة مقص. يلا بوبو اختار انت اول واحد بفريقك تبي. اول واحد روان اقوى واحدة. يلا عدل اختار من تبي. انا جاسم. جاسم انا. يلا بوبو منو صح؟ انا وين اروح؟ انتي تعالوا ويانا حنا ويانا. صح صح لا لازم اختار. لا لا يلا اختاروا يلا دوري دوري. لا 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 يلا لا عشان يعني نسوي. يلا اختار. يلا عاد ذوقك. انا ابي حنا. انا بقيت باخر فريق بوبو. اوكي يلا يلا نبلش. يلا انا اختار. اصبر فريقنا راح نسوي التحية لكن حنان ريلا تعورها ما تقدر تسوي هالتحية. يلا جاهزين؟ يلا 1 2 3. عادي 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 رجال ما في شيء. ما يصير تطحين. اشوف ريلك. ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. يلا شوي شوي. والله بوبو قوي. روح بعيد روح بعيد.
لازم تمسكها فوق بالهواء. ايه امسك شوفوا قرب ماما قرب وفك حيل. والله طلعتكم كلكم انا لاني كشاش. هاي من قاعد تسولف؟ اه لا اجل كذي يلا يلا بوبو. Yes. ومنو أكثر واحد غشاش بالتحدي؟ ومنو أكثر واحدة صرخت؟ كلكم وايد 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 مشكورين على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله على خير. لحظة شوفوا إحنا هني جايين ترامبولين ماكو أحد بس إحنا المكان فاضي. تبون مثلا البحر كله مفضي ونسوي تحدي على البحر الكويت كله؟ نقدر ترى. صح.